بهم قد سانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجل الليل ضياء القمر روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزل تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان كالذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وحباه بالتكريم سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم وقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يا أخ الإسلام رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته أباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراع الذعن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أعز العلم وأهله وذم الجهل وحزبه ورفع الدرجات في النعيم المقيم أيها الآباء الأعزاء والضيوف والأساتذة الكرام والزملاء الطلبة والإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في هذا اليوم المبارك وفي هذه أنصية فريدة من ناحية أن أقدم إليكم كلمة الشكر والإرفان نيابة عن زملاء الطلبة الذين أتموا المرحلة الثانوية في هذا العام الدراسي عام 22 و2000 التي أخرجت شبابا متحمسين ومتمسكين في دينهم بنشر العلم والأخلاق الإسلامية الذين ساهموا في نشر العلم والأخلاق الإسلامية of education in the process of development from Islamic perspective to seek knowledge is a sacred duty it is obligatory on every Muslims male and female اقرأ باسم ربك الذي خلق read in the name of your Lord who created all the exist the first word revealed to our Prophet Muhammad peace be upon him from Allah subhanahu wa ta'ala was اقرأ which means read seek knowledge educate yourself be educated as our Prophet Muhammad peace be upon him said طلب العلم فريدة على كل مسلم acquiring knowledge is obligatory on every Muslims the knowledge of truth and wisdom education and development development is more than economic growth it encompasses economic social cultural and political dimensions development focuses on improving the well-paying individuals on the basis of their distribution development focuses on the benefits resulting from their active participation education has a multidimensional impact of communities and is the widely recognized as the one of the building blocks for sustainable development and furthermore education is instrumental promoting in equal opportunities and higher income levels amongst the entire population economic growth does not necessarily imply the reduction in economic inequality education has been greatly emphasized in Islam as I initiated my article by quoting a verse of the glorious Quran اقرأ بسم ربك الذي خلق
which was revealed to our Prophet Muhammad, peace be upon him, indicates the importance of education in Islam. The verses start with the word Iqra. It is command that means read in Arabic, and that implies in the custom of learning, exploring and seeking enlightenment. علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي فكلاكما لسعادتي اهلا بكم اهلا بكم يا والدي ربيتني وبحسن عطفك شكرا اليك معلمي انت الذي ثقفتني اهلا بكم اهلا بكم هل شئت الليل يمشي لابسا ثوب الحزين يملو الارجاء رعبا ثم يمضي في سكون هل شئت الشمس تدعي في جمال وابهين تملو الدنيا حياه ثم تمضي للفناء هل رايت البحر تبدو في فلك جاريات في ماء وغذاء في موت وحياه هل نظرت الطير يوما راكبا متن الهواء باكيا دورا ودورا منشدا حلوا كل ما ألقى عجيب محكم السنع متن خلق ربي في ذكرى واعدات عالمين عزمتي وباسي جاهد سنديد مقاتل عنيد العلم قسقاني أماسة الشجعان فخوف يعتريني في الدود عن عاريني نشيدي الموقع دبابة ومدفع قلوبي على صوت يا مرحبا بالموت لبيك يا بلادي يا نعمتي والزادي قد نود ما يسمى رأتا من شرطيقة ونالا جوغي ومارت حفلة كمولي مارت ونالا جوغي قيب قاتي مركاونا مارت مهسن يهي garabna wuna si imaratay gacanna wuna si imaratay ku maasan yi marka walaaliyaal ani kelimadeed kelimaratay waxa weeye aniin dadarmiya taqwallahi azza wa jalla in ila subhana wa ta'ala an ka absanno maxay ila maratay alla ka absan imaratay waxa weeye asaasul ibada ibadada maratay asaaskeeda warato alla ka absi qofka haduu allah u ka absanay jalla wa ala wuxuu noqonayaa maratay qof maratay ila subhana wa ta'ala u maratay u hoggaansan ila subhanahu wa ta'ala amarkii samaratay qaatay amarkii ila subhanahu wa ta'ala maratay ku dhaqmay bu maratay noqonaya marka kalimada in daar maratay waa kalimada siyada thaniya walaal yaal maratay waxa idin daarimaya arurtaas ma sha Allah Allah ha barakeeyo dadaalka iyo juhdiga maratay sameeyeen si maratay mudirka Sheikh Shafi'i iyo maratay macallimiinta kale iyo ardayda dadaalka maratay ay sameeyeen ila subhanahu wa ta'ala maratay juhdiga iyo dadaalka ay sameeyeen ila subhanahu wa ta'ala Allah barakeeyo arurtan Allah barakeeyo eelke imaarata yar heerkana imaarata Allah barkeeyo laakin waxa idin dadarma walaalyaal ina dadaalka warat ina wadiin ahmiyadda imaarata qofka muslim waxa imaarata inuu cilmi u leeyahay aqoon u leeyahay maxaarat cilmiga aakhari adu imaarata uu ku anfici saadarta imaarata ninka shaacirka wuxuu yiraada al maalu yafni wal ilmu kanzu la yazal yira wuxuu imaarata dhaqaalaha haday imaarata mood ee tahay haday nool tahay ba way ku dhaafayaan bere kamaalin saa maqlay samarata hebel maratay waanin dhaqaalale waanin maratay maal qaba waanin isku filan maalinta maratay wax maqlay samarata hebel maratay gacantiisa gacanta ku dhacdayba oo wax ilaahay ma laha arurti maratay wax uu maratay ku masruufu balaayahay laakiin cilmiga ahmiyadii samarata waxa way hada ilaah subhanahu wa ta'ala cilmiga saabarat iyo diinta naafi aabarat aakhari adu maratay ku anfaciisa xwaani mahadda koobaad ilaahay subhanahu wa ta'ala baanu cilinayna ilaahay inoo fududeeyay nasiiyay fursadan wanaaga badan inaan maanta xafladda saangur aan isku imaano mahadda labaad waxaa iskale muassasu dacwa waalidii sheekh maxamed aadan ayaa iskale oo fikri kan madarsadan iyo howlahan la imaaday mahadda saddexaad waxaa iskale xawaariyiintii xawaariyiintaas oo uu ka mid yahay جنرال محمود حسين حسين مندليو وكمدي هاي ولكن ما جدقه وهذا نلجوه وحواريين وحويه خير ك مركز توحوب هاي هاي ضد كل قبطك وقرب استاجو هذا هو يسموه ذكرت لولا الله ثم عدا هذا عن صوشة هذا اهن دعوة ماشن ميسو قادين إلهي وهم هذا سكله midda kale waxaan mahad u celinayaa martidan sharafta badan ee wajiga wajigooda u ifahayo ee nuurka ka muuqda ee awliyada Ilaahay ee muhaadarada diinta macnaha mujtamaa quraanka iyo hawshan ka soo qayb galeen
إلهي سبحانه وتعالى ينقوم هذينا سانقر ما أنت وشرفت إلهي هاي إيو أين كما أنت أنوال إلهي بأنه من أستي شيخ عمار في ولالك وشيء هاي أنا يمشى وحاني ماضي أسيو الدبس هايو أسيو الدبس هايو وأنا خديم وخطبة الآخرين هايو وأنا أدام هايو يعني هل كان ماذا سانقر مركا أيتا هاي حقوري يروي هوري أيتا بلاوه بلوت كان نسيا بيمي مانت هدا أنكو مارت كورا حيسنا هاي نسيا بيمي مركا جنات فرجوز الله ومارت وبشاريا مركا محاو خسمي أو قانت مارت ميت اللقبتي عدا عن ليرا دا ريب الرو مركا مارت عن أبو قوقع عدا أسباب الله كورتاك سني أو قانت مارت قبطي ولكن حسين باسد هدا قول مشا خدسي مركا ولا ريال سانقر لسكما هايستو الله سبحانه وتعالى عمره الله بركيه دينته الله بركيه جنات الفردوس الله كورابي غبن امتراجيوا مجدقو سودوو عداد كسودوو غرغاد كسودوو كريبو نيمباني ميشن وميشي ادي اقعانتا كهيسي وميشي ما اركتي وحكا سعودي مركا آدي آد بانو فرحصناي اما شاد آد ميشن نوغو اماتي متى كلي وحنو ما هاد نقها يا علم ماذا ما أركتي ماشني تو قعدتك وهي سي وهو قال منها جو الشيخ شافعي يا علم ماذا دمانت ماشن جوكتي رنتي الشيخ شافعي يا علم ماذا قربك هو ماشن إثبات البذم بيك كينين نور بذم باك يفتي مي أنك نوانك رئيسني وحن قال وهم هاد نقها يا والدين تي عرورت دشي رسانقر يا نوم هاد نقها يا meeshan aan ka faa'iideysano meeshan sidaad ogtihiin nur baa ka jira niman baa xoolo ku bixiyaan duqeyda aabayaasheen iyo abowyaasheen baa horaan wax ku soo bixiyeen duqa maaratay waa la sheegay iyo ninkaasayto mejam tarajiwaga meesha fadhiyo nagama luqta nagama bixiyo ama masaajid ha ahaato ama madrasa ha ahaato ama wax diin u baahan ha ahaato mar la arkabo uu nala joogaa baahidaanada asagoo baan u geynaa marka asagana waa anaga duco baan ku hayna رسانقر هدانهاي دعانكو هاينا وحادونيسو إليها كلك رب قالو إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولا ليال مرككو باد إلهي بيمهاد أصناتي ربي سبحانه وتعالى إلهي جيمانتا نقو جمعيي مكانكا بركيسا أنقو دعوة إيا الدين أي نيدا نتاهينا حوكسين إلهي قاسان أمها دعيلينينا إنتا كبعدي ولا الليال وحان ربائينا مهد أعليو مرتضى شرفتا لي قارس نوغا إماتي منصب كستا إيا مقام كستا أيكو سعودان علماء الدينك إيا مدحدا أوهو قامنا يوم يجدقو إيا أضياشا شرفتا لي إيا ورياشا وحان لها يكسو دوادا مدرسة ابن تيمية سانقر مقالة دي نباد إماتين مرتيكو متهين أرين خيرات نقصو بوقتين إلهي أجرها إنقاسي يسعود كيني إيو وددي آسو مرتين وحان ربائنا مهدو عليو بلشد الرئي سانقر رق إيا دو مربا وضياشة شرفت له ماموينك شرفت له أرضايدا أيغانا مهد بان ربا إنان أعليو وحان ربا إنان مهد شرف لا أعليو علماء دي مدرسة دان انتا سو غارسيين رنتي وظروفة بادن إيو علاسية بادن نبرك أولكتين وأردادي آد أركيسين وحاد أركتين آخرين آي صوبان ديگين علماء دانا وحاي إغان مدنيهين مهد عيلين بي إغان مدنيهين آن مهد عيليو كذلك وحان مهد عيليني أردادي سو داداشي أمان تتخرج جيان أيغانا وحان أرجينا يا مستقبل وناكسن وحانا أدر دار من علمي غفوريه سيبا مان تقعانتا إنيلي قليي إنا جامعات إيا وحكسي سرية أي سيواتان والدين تا شرفت له عرورتا سو ساري إنا وحبرتان سبب أغن نقدينا أيغانا وحان لها جساكم الله خيرا ولا الليال انتا كبعدي dhamaantiin baso dhawaada sharaf bay nootahay maanta inaad naga soo qayb gashaan xafladan qalin jabinta ah waxaan inaga codsanay inaad sabartaan waan soo koobayna
مادام ما أنت عند صوب وقتين شرف بي أنك النوات هاي ولا ليال سيدي إني ليش يا بقعدا بركيسا مال إخلاص لو أس أسي بأهيد وعلاقة سوشيكي يذاتك أس أسين جاي منك مدرسة دا كهضلي وحوين هدى أنك عن وقصي النقونا يمالها شيخ محمد وحان لنا هاي جنة الفردوس إلهي أعلاها كو إرساقه قف والبو حاد أغاتا وحاس قيستين بعد دحل نقون حمان إيا هيسا إيا بلايها داد كتكتو إنتا قبر كوجي تدنبي أمباقوسعون وناقها داد كتكتانا وناقا أمباقوسعون قفك وحبيرتي وأن لشيغي كذلك وحا اسمهاد موضان قويسكي هادا إني ليشيغاد مغليسين دعوادا كو غرب تاقنا أو غرب كوسيي وان أمهاد علين كذلك وحان سي خاصة أغوسي مهاد عليني ميجاداقو رنتي هذا السياسة بوصو غلايو غفانو روا لكن أنك هادا ميدان أغو مهاد عليني إنو ميدان ميد كوينوي غلاسيهان أساق عدسي ثانويغا أرداد حدا بحايان إي حفيز كودابا مالين تا وحاي أهيد لوكون إيا صدح يتوانكي 2013 حانو مالين غفاناد أسو إستاق حتى شاكادة دا وقتيغا مجرين نيه حتى كمون هاي سنين مركا أبالكي أو بيرتاي أمارمنا أناغا مانتي إنان أغو مهاد عيلينو إن كسو وان دوو وان لان هاي ماشي آد بيرتاي نغو غرب إستاقتاي وانا كاغا مهاد عيلين اينا رونتي سيدي آد نو غرب إستاقتاي أو مدرسادان آد وقتي أغو بحيساي أناغانا إن شاء الله وان كو غرب تاغان هاي إنتا كارانكا أناغا يتبرتا ندا إن مدرسة ابن تيمية وحالا آس آساي كون ساقال بقول سيديتن يا أفرتي waxaanu maleeyay hadda way afartan jirsatay baan u maleeyay maraaxil badan bay soo martay mar bay ahayd ibtidaayi 3 qol oo hoose mar bay ahayd ila galaaska 6aad mar bay waxay joogtay ila galaaska 9aad laakiin culimada dambo gadaalka imaato ani aan ku jiro yaan galaaska 9aad intaan ka qaadnay baan ila sanawiga dhameystirnay macallimiin waxa joogan 12 macallin aad joogan arda 300 iyo bar aba joogta waa madrasa barakeysan weyn culimada in li sheegay ee 12 ka macallinna ninka uu bay hadda hoos tagaan oo lacagtooda bixiya masajidka ninka dib u jabiyay ee dib u dhiseen waa asaga aan ku cibaadeysanayno maktabada oo hadda kitaabihii ay ka maqan yihiin asaga dhisay nabigeena wuxuu raali alayhi salatu wasalam man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu iddi wanaag inii samaysa u abaal guda haddii uu abaal gudi weysaana u duceeyay bur nabiga alayhi salatu wasalam adda qofka waxaan u maleeyin intaas oo abaala dacwo ku galay in hata ugu yaraan waad mahasan tahay lagala baxaylo inay ceeb tahan u maleeyin maxay la nabiga naxa sallam nin galo abaal u galay buu nabiga damcay inuu u abaal gudo u tamaniye marka waxaan leenahay abaalka aad noo gashay allah ka abaal mari anagana waa ku garab taaganahay madrasada waa intaas ardada cadadkooda waa inta macallimiintana waa intaas dhurufo badan bay madrasada soo martay laakiin hada alxamdulillaah inta ugu fiican baan yaan ku jirnaa waxaan rajaynayaa inay meeshii hadda ay joogto intay ka indilaaqdo ay sii socoto waxaan leeyahay culimada u diinka soo dhawaada hal kelimad baan rabaa inaan ooga baxo Sheikh Hassan baan la joogaa culimadan aad arkaysaan waa ragii madrasada naga qayb qaateen Sheikh Abdul Wahab Sheikh Jailani Sheikh Khalif Sheikh Muhammad Sheikh Abdullah Sheikh Umar Xareed culimadaan Sheikh Nuuh Sheikh Adam waa culimada ragii nagu garab taagnaa way waxaan bi sifa khaasa aan mahad ugu sii celini dadka markay orotamaan isku orod ma aha ilaahay masimin dadka markay orotamaan oo lays garab ordo ilaahay masimin wadaadka sheekh xasan aan maanta hadda abaal mar kale in maanta halkan aan ku abaal marinay ahayd runtii laakiin hadda abaal mar kale oo maana diyaarinina inaan u duceyno asagii awlaadiisa ba inuu ilaahay janno ku irsaaqo mustaqbalkiisana ilaahay waxaan xasuustaa intaas oo jamca naga tagtay anagoo madrasadan danteeda u socon waa maalin jumca ugu Nairobi aan joognaa yaa naga tagtay saan u wareegayna xafiiskan gal ka bax xafiiskan gal ka bax ba intaas oo jumca nooga tagtay waa nin macallin oo ilmo u ka barweysto haddana wuu xiraa meeshiisa Ibn Taymiyyah baahan markii la dhayntu xiru ka tagi Sheikh Hassan waxaan ku neenaa Allah ku barakeeyo Nairobi bo nooga imaaday safar dheer bu noo soo maray Allah ku xifdiyo cibaadasana Allah ku siiyo cimri wanaagsan Allah ku siiyo awlaadadana Allah in xifdiyo dhamaantii waxaan leeyahay soo dhawaada maamoyinka iyo aabooyinka waxaan ogaa gaar ahaan kuwa qalin jabinayo taqarrujayo waxaad in leeyahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu waxaan kaloo salaamayaa siyaasiinta nala socdaan oo hoggaaminayo
ميجاديقو ايغونا waxa idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabaa hal aayad bas inaan isku baraarujino ilahi subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlayo quraanka wuxuu yiri wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ilahi wuxuu yiri wa hadha kan kitabun kitabu wa kitabka quraanka la soo dajiyay yu ilahi tilmaamo ismu ishaaru adeegsado wa hadha abu dhahe culimada balaaqadana waxay dhahaan ismu ishaaraha waxaa loo keenaa shayga litac kitaabka qur'aanka iyo diinta islaamka way uu barakeysan qofki barta wuu barakeysan qofka cilmiga barta wuu barakeysan kadib waxaan maad u celinayaa maamulka iyo macalimiinta madrasada saangur iyo mudiirkeeda iyo waalidiintii la shaqeeyay ayaan mahad u celinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin soomaali waxay ku mahmaahday culyo dhaan meeshii laga filayay ayay ka soo baxaan shaafici iyo maamulkiisa meeshii laga filayay ayay ka soo baxeen wadarkiisiin waxay soo bandhigeen ardaydii ay wax soo bareen ikhwaani marka waxaa laga dhawaajinayaa oo la sheegaa mar walba xafladaha ama xafladan hala soo gaabiyo maanta waxaa iskale ardayda madrasatu ibni taymiya marka waa in la dheereeya waa yowmul farax marka ani waa khudba imaamna waan ahay marka waan ku darsanayaa insha allah ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma siman yihiin kuwa cilmiga leh ee diinta garanayo iyo kuwa aan garanayn ee jaahiliinta ah ma sinna weeyaan marka waa in lagu dadaalaa diinta alle subxaanahu wa tacaala barashadeeda waa sacaadadaada waa liibaantaada walaalayaal nabiga wuxuu ku yidhi xadiid calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibni aadam inqadaca camaluhu bini aadamka markuu dhinto camalkiisa waa go-aya kitaabkiisa waa la laabayaa saddex arrimood baa u soconayaan waxaa u soconayaan cilmu yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo ilmahaadi baad bartay adigaa baratay waad sii bartay caruurtaadi baad bartay cilmigaas ilaa aakhira ilaa qiyaamada ay ka dhacdo uu kuu soconayaa waxaa ka mid ah sadaqatin jaariya u horreysay sadaqa jaariya ah waa sida madarsadan oo kale masaajidkan oo kale sadaqa jaariya way soconaysaa waxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lahu oo waladun saalix yadcuu lahu walad saalixa oo aad soo tarbiyaysay soo barbaarisay diinta alle soo bartay asagana wuu ku anfacayaa maxaa yeele mar alle markuu tukanayo mar alle markuu ducaysanayo wuxuu dhahayaa rabbi ikfir lii waliwaalidaya waa walad saalixa wuu ku xasuusanayaa mucaad bnu jabal baa wuxuu yidhi radi allaahu canhu isagoo ka hadlayo fadlulcilmi yaa wuxuu yidhi tacallamuu alcilma fa ina tacallamuhu lilaahi khashya war cilmiga barta barashadiisu waxaa weeyaan cilmiga wuxuu ku gaarsiinayaa alla ka cabsi inta odayaasha reer saanguur hooyooyinka gabdhaha dhallinyarada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay baa mahad leh wamaa bikum min nicmatin fa min allah allah waa kaleeyay subxaanahu wa tacaalaa waxaa la waxaad nicmeed haysataan ilaahay baa iskale maaragtay niigu galladaystay nicmadana shukri bay u baahan tahay shukrigeeda allah na waafajiyo ilaahay waa ka leeyay laa in shakartum la aziidannakum madarsadan madrasatu ibnu taymiya sheekh cabdiwahaab baa waxaa yidhaahaa magacaas sheekh cabdiwahaab duwane ana bixiyu dhaa khayr allah siiyo madrasatu ibnu taymiya haddii la yidhaahana al islaamiya kale uma usii baahnaba macnaha waa la garanayaa waxaan u mahad celin mudiirka naa'ibkiisa mashaa'ikhda 11 qaryada nuurkeeda iyo iftiinkeeda weeye inkastoo mudiirku uu idin ammaanay oo aadna uu idinka mahad sheegtay annagana aan idinku shukrinayno kulliyadda wuxuu qariya iska ilaaliya wuxuu afka ka soo bistayna iska ilaaliya oo
أمانتا سي لبا لبا الله يدن بركيو ورمضا نور كي مغالا دويو علميغا عرور تاس تخرج جيسان إلهي هبركيو إراكو وكو جيران كو وصو سعودان أولاد باري الله نوغا ديو ويو ينكا يا علماء سو زيارتين يا مدح ضيقنا الله سعودان أهد أمها سنتين بارك الله فيكم وعنو ملايا حفلات دا وقت بيلاه هاي وشيء والب وقت جيسون بالقصة على ولو هذا عوي حد حوين وقصة ضرر إن ملح إله وحير سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كتابك قرآنك إله مرك كورمي يا وحير صيدكم فيلو نعم كتابك منزل كإله وسود جي سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات اللي جسوا الدجيه سو إذا كم فيل نعم ونقول يا رب لكن كيسة إيو أساق ألوط وصنع هذا اللي جرى مرك لأن أدون كم ودكسون تي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدون كم مدة فترة بعيدة جري والنبي عيسى عليه الصلاة والسلام يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدة أكثر من بعود حيسة فترة غير بعود حيسة يا نبي محمد إلهي صلى الله عليه سبحانه وتعالى أدون كانوا قال لي ما هي منافق نبي الدين الآن أذكر راعي بإلهي سبحانه وتعالى أسوأ كلي جية ربي سبحانه وتعالى وحير أدون كان جيت سري قال لي ماذا يدين الآن تا يأخلق الآن تا أذكر راعي حاجة وأسي جود أنت كعليسه أسي علي برا حاجة دين تي إسلام نبض والنبي صلى الله عليه وسلم كلي سيرا وكو قوليس صلى الله عليه وآله وسلم دعويس واقوت وإله أويري قول أضيع الله وأضيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تضيعوه تهتدوا وما على الرسول البلاغ المبين آيات وحكا ورميسا إله ونضيعنا إيه رسول كيسا حدي لغجي السلام حاكي إيمان لباكي إيمان هلاك باكي إيمان مصائب باكي إيمان وحال لك السينين ولا أركي جيرين ولا مغل جيرين باكي إيمان وكدالان nabiyana sallallahu alayhi wasallam asay waxa laga rabay wixii korkiisa laga yeelay oo masuuliyadiisu waa gootay sallallahu alayhi wasallam anaga waxaan laga rabay masuuliyadana inaan qaadano oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam warkiisa yeelno jidkiisa qaadno ilaahay la rumeyo diinta lagu dhaqmo waa kada nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz waxaad ku dadaasha waxa ku anfacay waxa ku anfacay waa dunida akhira أدون كان واحد نافع عين أنا كنت ده له ووقت جينا كبحنا آخرنا نافع عين إلهنا كلمة يسير سبحانه وتعالى لأنه هو عبادة ذا وأنا إلهي وكلمة يسير سبحانه وتعالى أدوب إلهي سبحانه وتعالى أوكو كرسينين كوا فجينين أو ديدو كسينين هذا ماشى وحكة مجرية هركع عجز بيرنا بيسال صلى الله عليه وسلم عجز كوا شيء أتسمين لهذا خير كي وناجا hay hada yahdin hadhowan samayn biriban samayn hadan samayn oo sheesan noqonin marka waxa weeye caruurta adarkeesaan la dhalay ee la soo koriyay ee juhdiga ee jawdada lagu bixiyay qiyaamo markii la gaaro wuxuu ilaahay noo sheegay subhana wa taala dadkii dhalay inay ilaahay subhana wa taala u waydinayaan inuu ilaahay jannada ay ku jiraan ay u keeno taas ilaahay subhana wa taala oo ilaahay subhana wa taala ma shaal isku keen doono arurta marka dadaalkooda waa sida ayada culumadii ku soo dadaaleen Allah barakeeyo mudirkii asagana meeshan joogay shaafiiciina Allah barakeeyo laana waxa way waxaan hadaan arkay inay noo muuqdo iskama iimaanin waxay ku imaadeen dadaal dibba loo maray waa loo habeen dhaxay cidiba looga soo dhaxay dhulba loo seexday saasay ku imaatay wax iska dhalan oo iska iimaan ma jirto marka hadana wad arkayseen weelashii gabdhi gabdhahaana qorigooday ayay weelashina waa saaso kale aniga waxaan soo gaaray mooto meel gabdhaana macna ay kale ahaan jirin oo xayn la raacsado oo lag fiijiyo oo nin ay rabin madax loo galiyo oo kor dhinac loo jiido oo la daraabo wax ma aan lahayn hadda waxaad arkay gabdhiba la markii hore qabsan waa xuquuq soo wax xuquuq sugeyso ay u maadeen oo ilaahay subxana wa taala soo gaarsii insha allah idinkana wadiin duceynina waxa aad loogu celiyay duqeydii meesha soo asaaseen amala insha maxamed aadan ilaahay uu naxariisto bana kana fariisan jirna markaan musaayid maqr ku tukan inta ku sheekaysan jirna
هو هذا دعوتك سانجور واحد لقى شيء أو هذا دل لو شيء ما هو الله صامري مال والب قارس تاوين بلغي قانا أمرك ترى سانجور بانكي ما ذي الويدين بدري سد مركو نولان الويدين أسي إلهي أون حريستو قبري الله واسعيو جنات فردوس الله وبشاريو كتاب كيس ميت الله كسيو كوبا حوت كنا بكعبين الله كدرو تقام ولالك يا نجار المحمود أنا إلهي سينا سبحانه وتعالى ونولي هاي إلهي سبحانه وتعالى خاتم الله هو جاجيو عمري إلهي هو بسيا الله وبركهيو وحو هاي سجع أنت سكجر دا الدنيا الله وبركهيو إلهي سبحانه وتعالى طريق التوصل الله كسيها جاجيو مستقبل كيسا يا خاتم إذا خير الله كسوا خاتم إن شاء الله تعالى ولالك يا نداقة وسينا إلى وحوي موتى مركز حالة تبعه وحالة سمايسته أنا إذا بادي أنا بنين xoolaha saw u wado marka aad control lixan gaadho wiilkaada haddu ku soo xoo ka qabto nin rag ah wax ka qabta dad weesana tuuga ka xadibo tuugta xoolaha duur ka goran oo xuduq heel ba ariga ka layacan waxan baa lagu dhigi asayna duqeydi arintay sameeyaan mugacanta ku qabtay wuxuu kaga faa'iideysaa dhalinyaradiisi iyo xooggiisi aqligiisi oo uga faa'iideeyay madrasada asagana ilaahay asagana ha barakeeyo insha Allah ta'ala adigana ada dadkii duqeyda joogta hadda duqo sheekh maxamed nawaad intay duqo bokeena ilaahay khayr sii waad duqobay ada hadda booska taagan labada meelbo marka insha Allah dadaalkaada sii wad adigana insha Allah ta'ala de hawlahaada Allah ku fuday Allah ku sahlo waxa weeye Sheikh Shafiic safarta ruuxamuud gabdhaha qoraxdu waa soo fariisiyo waxa ku dhigay safarta dambe gabdhaha qoraxdu ugu ma iman karno hada maanta si fiican buu yeelay qeyr Allah siiye gabdhii maanta wuxuu dhisay tendooyin iyo guriye iyo shaqo waxa uu dhisaa u maleeynbo waxa qorax fadhiyo maanta ma jiro adduunka oo dhan baa saa u sii soconay marka insha Allah ta'ala Allah idin barakeeyo wada walaha iimaankeena siiyay walaha bashar keenaga doortay iimaana nooga doortay sawayta islaanimada waxaad u qiimo badan way iimaanka waxaad u qiimo badan way maanta iimaanka suuq laga soo gata malahan islaanimada meel laga soo iibsada malahan ogaada muslim hadaa sahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu ku doortay إلهي سبحانه وتعالى ووكو شرفي لأن الدنيا بشرك الله وقلاد الجوغان قلوا إيمان وإيمان بالله هلي قلنا وقالوا قلوا دا أهل الإيمان كالضيد انتان رجال الله قبا جنة إنا إقلام با رجال الله قبا إلهي إنا حريسا رجال الله قبا صوبنا إنا أشفاع رجال الله قبا حولك نبي لغا ورابي يا رجال لغا قبا لأنه أهل إيمان أما ننك قال لماذا كل انت صوبنا وحينا الشيغي إن لو دعي إسكدا يا قبرك مركي قبرك صلى صومره إن لير إله نار تأزياد يسيقم صلى الله عليه وسلم فعنا الله سبحانه وتعالى مركا وما سنيهي إنا سبحانه وتعالى ما هدو علينا وحان ما هدو الله بعدو علينا إنا مدرسة ابن تيمية الإسلامية وحارش عبد الوهاب حول التيمية الإسلامية أنا الراعن مدارس تاس مدير كذا أساتية ذا قدي كذا شيمان كذا أرضي ذا إنت شبه ما هاد بانو علينا لأن ورك الله صوقا يوش عبد القادر يري إن صوقا بيان ربع إنت أسوى مهسين ما أنت وحل أخنا يوينو موغضي هدي لوقة عربية تهي هذه القرآن الآخرية أي تهي هذه الدين الشيخة أي تهي ما يجب أن يكون مغضبا نركين هوشا وحقرين جهدي باكبحي هوشا دولك الله سيحدي هوشا قريها الله صوتكي حانو لشيخة أساتي ده إنه قارسة ده قيهين قارسانا جمعية قميس كده آدان قارسة وامل لغو دي الله إذا لغسو قاري كرو بل دي لغسو كالله صلاة لغو ماني كرا ومع ذلك محيك دورتين هل كان إني في راش ركتان ميرو هودا مركا مانتا وام مغضي شقضي قبتين وين موقتي إلا وما هاد علي وين مذيهم ومحانا وما هاد علينا وحانا وما علينا كو كتاب كلاهي بين وليين سنة النبينا وين وليين المهانين وحبي برين مقالدين وين وليين مركا مهاد بيليهم مديركا يا معلمين تي أرضيذا حدنا وحالينا هرسي سعدا لهلي مهيو أم لين مهيو تولين كمقالة كأقلو مقالة شعبية هايسو تولئة ومعلمين تيدا هلقا أي سيحذان وحير كيهين
لهلي مايو حتى نينك جوجا مجالد وكسو هذا أما ما جهبين كنا جوكتو أو أصو حريسو أو البابيها أحرتو الباب كجبنها جاجيسو كرسي ماجي سدكتو صو حرين بالي رحوله والله صو حريا مدرسين ومدرسين لصو حريا الله فكري إلهي سبحانه وتعالى نمان كاسنا هباركيو أرضي داسنا الله هباركيو هروسي سعودة هنتي مانتا إلماها مركي وحاخرين وحالغي هذا مقالة أنجو نوب مقالة وين رمضان كبض أنت إنه يكم مستوى في عنهم بالغي هذا سيد واحد وآخرين مركا جهدي يا رجل سويب حيي أو شا مديرك وكميدة يا رجل لميتك يا إنت جوغين بوا ما سنتين هروس إنساء كان مهد بانو علينا وحان مهد كلاسين أينا والدين تا إلمه هذا هل كان كاني جهدينا كب حيي إنه مانتا كأفلحان كوا كرانا دبا سعدان والدك مانتا أدبو فرح سيهي والدك مانتا عنقي ستقرج هيو شهادة ديننا اللصين هيو والدك أدو في عني هي أدبو فرح سيهي محا حديث مشايق باركو دي أخرين باو حاكمي دها سدح شي قفك هدور لنتو سدح شي أو كتغو قفك أساق وصدق جارية محاكمي دها ولد صالح يدعو له عنق صو صالح كن قنكرا إلهي سئل لبرو او رسول كيس الله برا او كتاب كيس الله برا ساسا علماء هره عرورة مركة هره وحي بري جرين أركان الإيمان و أركان الستة بري جرين أركان الإيمان محالقو برتا أركان الخمسة محالقو برتا إيمان كا يا صلاة يا صوم كا يا حج كا لبري جري إنشا كلنا إيمان الستة و أركان الستة و لو آخرين جري مركة والد كا إلميسا هل كا كينا يكنا وما سيهن وحان ما هذا كلو علينا مسؤول كمجال هذا جيفك ما هاد بانو علينا صوبيت هاي دعوة نينك ما انت كقب قاتو منصب نقوهايو نينك وبركيسين هاي إن فرب بدن ومناسب هاي ساجرة دينا ورعان كهينين دينا آن لغو سوقادي كرين نينك ما انت منصب هايو منصب كاسنا إسلام كأو شقيو أساقنا إلو مهد عليو متاي وحالينا وهما سنتا هر أسي سعو أو أساتيدا معلمين تلسعو او ilmaha xugtooda la soco oo madrasada ha ka dhaxbixin saasay khayr kugu jirta saasana ku barakoobaysa waxaan martaba salaanta kale u celin ama hada kale culumada ina soo ziyaaratay oo magaalada Gaarisa ka timaaday oo halkan maanta inay ka qayb qaataan walaalahooda la mushaarakeeyaan ilmaha walaalahooda ay arkaan ayakana waa maasiin oo mahad baan u celinayna mahada afraad waxaan u celin nimanka madaxda ah أو هلكن صو هذه أو أسر هذه ما أنت مدرسة ابن تيمية إنك كقاب قاتان دعوتني يا خير كان إنك كقاب قاتان وعدي أي دقيستان ولا له هذا أي أركان لمن كان سو حالنا ومه سنتين سعد صو سعد كأسر سعدين أجر بني لقري نقد كان أجر بني لقري هدان يده حقتين إن فرب بدن وملحها ما لها حفلين كم تجانو مساجدنا ورك ما هي أنا خيرنا الله ومتها نيك يبعثك إدو صوتك خير صور رأس ذي أو هل كان ما أنتو ما ذا نمان كاو حالين هاي وما هسنتين هر أسي سعلا تاسين تاسان أغبحي وحان ما هدو أليه خير وحاجرة أنا وعد موت صوبي تالا صوت قابيا لير وحال لير بي إلا هدا فرصة ما هي وحاجرة رير لسكر راعي أولي يرى هذا ورير كا رير كا لقوع العلي تلو محال لقوع العلي لمن كان ريبرو محا هذا الكل لغو العلي جنرال كان لغا صوب الله محمود على شيء حاج محمود أو حاج حسين بالا شيء حاج ديقو نالا شيء قال لغو صوق التمي انت نوضد محي وشك شيئين وحلو شك شيئي صوبناها وحيره صلوات الله وسلامه عليه أنتم شهداء الله في الأرض تذكن سيادوا مرقاتي نينك خير سمية خير كان لغو مرقاتي كعا شر نينك سميانا شر كان لغو مرقاتي كعا خيرك خير بالله مرقاتك عي إلهي سبحانه وتعالى وحن أغبر يينا الدنيا دا انت يجوانا خير يا برواقع الله إنه سيو آخر مركي آذان إلهي سبحانه وتعالى وحن أغبر يينا كوة جنة دي سلقا ورابيو إلهي نقلقو إن فربضنا وحاجرتا ملاحه إن فربضنا وحاجرتا تجرئه حوله هذا لما أركب ساسا وحيلا دها تدك شقيسو والله بقولو قولو أيكا شقيستان account ay lacag ta dhigtaan guriyo waweyn way dhistaan gawaari qaalina way gataan ayaka iskale
قلنا واي شقيان حولها أي شقيان مسلمين تايسكاله أيك واي شقينا أكونتي ويجيان أكونتي ويكبحيان ومدرسة يكعليان أو مساجد ذي لسان لمن كمركا حوله هذا محور نقضي حوله إليهن يا مدح نمد إلا بضبا إلا وشقي الدين تي نقطي إلهي سبحانه وتعالى مركا وحاليه حاج محمود يا حاج حسين يا حاج ديق واسد أحنين ولالو من كان دليرا من لقيت إلهي سبحانه وتعالى هبركيو وحان قال وشي علم هذا حاج ديق وهنا لجوه وحالي رأرين تأسيا الرجع وهو اسمري أسيا عن يراء النقضي أسيا سرقه النقضي وهو شاد احتاجا إلهي سبحانه وتعالى هبركيو مالكي سنة الله بركيو وحالي لي شيء قفك في عن سيسا وقفك في عنيه أو حق إلهي سبحانه وتعالى لقد أولا شكشيغا وهذا مال يمن يروح ريسي واتقانيبا ومالان مقالة السنة علي مقالة مدح ذان جوغا أرضي بهان جامعة ذان dadka walay suraysan reer Soomaali yaa i wareystay intee ka timaaday Kenya nooga warbixiyay wixii waxaan ku waydiinay waxaan maqlay Kenya ninka haysta dawladda waa nin ogaadeen ee ka waran waa nin Soomaali waa nooga warbixiyay hadal buu yiri ninka wuxuu yiri markaan nooga warbixiyay darajada nin gaare oo reer Soomaali oo ninka darajadu gaare gaare malahan haday gaari lahaayeen dadkay baabin lahaayeen wax kale ma u dhin yaani wuxuu waxaan warka hayaa wiil qof fiican oo qayma badan ninka inuu yahay marka wanaaga horaan buu nimanka u baxay ilaahay subxaanahu wa ta'aala barkay waxaan ku soo qatini sheekada niraad madarsadii soo xiray madarsadan buu u lugayn jiray si uu lacag ugu soo reeyo sheektan kelimaha imaam maalik waa loo xiray anaga oo soconno oo hol imaam maalik u soconaana la xiray ninkii darawalka loo ahaana katiinad baa lagu jabiyay asayna waa la gala farisiyay halkan ka waan ku naqaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakayo أسيني عبد الفتاح ليجزاكم الله خيرا كيدي وبالله التوفيق حاوي كل عربت حيدا هذا لكل مقام له مقال عنها ملكة استعمرك أجوكتو أريق مركة كالي قدبن وبعد مارك ديالي ذهي وحكا له مارتاي حفلتنا هادو حاوي تخرج عور مدرسة بغين ايكون إن الله هادو لو كافتوم بين كوين أكسنتهي وحكا له السياسي ومارتاي أنا كدحذينا مركة نفرصو اسكو هلنا نسكو أمانو بإن شاء الله تعالى ينكولا هادلينا marka aan waxaan rabaa in afar qof inaan la hadlo afar qof oo hore waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyaradii ma aragtay maanta takhrij sameeynaayaan oo madrasada Ibn Taymiyah ka baxeen inaan la hadlo aan dhaha ma aragtay marxalad hore hadda bogteen inaad ma aragtay madrasadan waxa lagu barto muqarrar inta badan aan naftirkay madrasadu najaax yaan ka soo baxay Sheikh Abdullah Allah xafido khayr laha siyo Sheikh Maata Sheikh Shafi'i naftirkay saad in madirna ah madrasada najaax aan isla joogay 2013 2012 2011 inta xagga aan isla joogay sanadii markaan sameeynaay martay waa macallimiin iyo culimo wanaagsan khayr allah siyo marka waxaan leeyahay dhalinyaroy marxaladii u horeysay ma aragtay khayrka aad bilaawdeen inaad hor u socotaan cilmiga kordhisataan ay idii dardaarmeena insha allah taala iyo walaashan mulki waxaan leenahay soo dhow ku soo dhawaada saangur mid kale meja markay siyaasad iyo raali iyo meel ay imaato sidii nuuna aan kuugu sheegaybo midaasi surwaal jeans iyo shaati gacmalaab aan ku xiranayna heel iyo hol badiyar baan ku nah markay meelahan diinta imaato waan ku duceynayna inay ducada Ilaahay naga aqbalo ku digeenaga nin hadda loo tilmaami cadaalad ma tihid adoo kursi gelin ba cadaalad noqotay marka waan kuugu kalsoonaan waan ku aaminsan Ilaahay ka shukran markan intaasi kaga soo tago halaa intaasi aan kaga baxo meji diinta nin xoog siyaa tahay nin wanaagsan baa tahay oo diinta garab taagan yarkii taxfiidka ee nuuno anoo ballan qaaday wuu joogaa isagana waan keenay madarsadan uu qayb ka yahay jazaakumullaah khayr allah inay siiyo waa mahadsantihiin ardayda maarta maanta qalinjibinayaan maarta zaid baad u mahadsantihiin shaqada meja maarta maanta laga hayo madarsadan kulayt waan ilaa sheega 1984 baa la bilaabay maanta 40 sano jirtaa aan ardayda madrasadan ka qalin jibiyeen ayaan horta ku jiraa bariga ay ahayd ilaa galaaska lixaad aan horta ku jiraa marka maanta wadaadaha hadda haday shahaado isiiyaan ma diiday oo shahaado bariga ay ahayd mid kale waan ilaa sheega aniga hadda nin oo anigana MCA u taagan baan yahay dhulkan Sankuri ward xilal far badan baan ka hayaa haddana la taagan yahay iskuulkan Sankuri Secondary School
dadka committee oo boardka horta aan ku jiraa oo iskuulkii arintiisi iyo daadiyintiisi ka shaqeeyaan iskuulka la yiraahdo Cabsamad ayadana boardkeeda aan ku jiraa marka horta nin oo barigiisi horena halkan madarsadan ka bogay primarygan ka bogay secondarygan ka bogay oo halkan ku soo barbaaran ahaa maantana xil baan idiin soo doontay kolleyto rag ila taagan waa arkaysiin marka Resaangur waad mahadsantihiin shaqadan kolley dadkii soo bilaabe zaa'id baa loogu duceeyay kasoo bilaabato awow anaga Sheekh Maxamed Jeeqaadan aniga halkan baan garan taraawiixii lagu tujin jiray bari hore intaan ku tukan jiray marka Sheekh Maxamed General Maxamuud Sheekh Marte Xaaji Xuseen ilaa hadda Marte Meja Deeqow inigoo idil Marte Resaangur iyo Marte dadka meeshan joogayna isoo duceynayaan kolleyto anagana maxaan ballan qaadeynaa diintii Marte insha Allah inaan nila shaqeyno oo garabna siino oo madarasada anaga Marte iyo dugsiyada anaga aan u shaqeyno kolley waan isoo ballan qaadnaa aniga Cabdiraxmaan Boor Baalid ah marka nin Resaangurna waanahay kursigan MCA ga Saangurna waan doonayaa sideeda oo maxaa fiican ruux markuu wax doonay in badan baa ku daasheen oo niladhihii wax waa nii qabanaynaa markaan soo galno waxaan baan qabanaynaa sidan baan suubinaynaa in badanna been bay iska noqotaa dadkeenna way ka niyi jabeen inay kuura ridaan because mar walba wax waa loo sheegi wixii loo sheegana ma meel marto soomaa waxaan u malayni nimankan kale wax waan ku dhaamaa waxba hadda yar qabto oo madarasadan ka qabtay soomaa madarasadan saddexdan qol oo dhinacan jirto safarta hadda u dambaysa aniga markaan intimaaday iyaga way fadhiyeen way hadleen iyaga sidan oo kale iga horeeyeen wax ballan qaadan ma laha laakiin ani wax waan qabtay saddexda class wax waan ka qabtay shaahid baa ka tiinaa maleen dadkan walaalaanahay wiilisho dhan may joogan ninkii soo galana waa nin Resaangur ah ninku Ilaahay u qoroon ma heli waxba ismacaynayno isma gafayno nin walba wax muu gaar u raasani maalinta iyada waa hal maalin ninku Ilaahay u qoroon ma heli sawma aaminsan go dhan ah marka waxaan rabaa fariin baan wadaa fariinta intaana sheegin maxshuma boor lagdintaas ootaa marka waa taydan ka dambaysiin rabaa waan ku sheegnay inaad hilbaantay moogi Sheekh Cabdiqaadir markuu ku soo dhaweeyay wuxuu yiri saddexda qol buu noo hagaajiyay waana lagu sheegay intay taagan yihiin insha Allah riba wala sheegi doonaa annagu culimaanno dadko dhawaa u dhaxayna ogaada waana inii wada qalwaynayna kulliginkii Ilaahay khayr ku jirin Allah noo soo galiyo annagu wax kale ma rabno Allah ina barakeeyo